يعني ايه اصلا واحد على الباب يقرر ان هو ما يدخلنيش لمجرد ان انا محجبة؟ رايحين نتبسط. انا متوترة اوي بصراحة. كالعادة دي ايه مثلا الموقف المرة 60؟ المشكلة ان هو قال لك لا. ممنوع يعني؟ كل اصحابنا في نفس البار. بعيد عن الهرطة عشان يعني هنا مفيش كنوز. احنا هنعترض لو احنا قعدنا هناك يعني في مكان كرورز في بقى ان احنا ما نقعدش فين او نعمل فين. غريبة هي وزارة السياحة شافنا لو جت لقيت حد محجب على البار هتعمل لنا احنا مصر او جنب البار هتعمل. غريبة جدا. المكان المكان ولا وزارة السياحة؟ لا وزارة السياحة. لم يصدر في أي عهد من عهود السياحة قرار بمنع المحجبات. ده يعتبر تمييز وحاجة عنصرية غير مقبولة. إحنا أماكن عامة. الحقيقه اللي انت بتقوليه ده غير دستوري. احنا عندنا نص واضح في الدستور المصري بينص على انه مفروض انه مفيش تمييز بين المواطنين على اي اساس، لا اللون ولا الجنس ولا الدين، وانه المفروض الدوله ملزمه انها تكافح اي شكل من اشكال التمييز. هو في حاجات كتيره جدا بواجهها بتمنع الحجاب،